السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وسؤال من صاحبة حساب عالم ليلي بتقول: أنا في آخر الشهر الثاني وعندي كثرة في إفراز اللعاب وإحساس بالغثيان، بس مفيش قيء، ده طبيعي؟ وإمتى أرتاح من كثرة اللعاب لأنه تعبني جدا؟ ده طبيعي، ودي بسبب هرمونات الحمل. نعالج إزاي موضوع كثرة اللعاب؟ هي فترة مؤقتة، هي فترة الحمل، فترة تغيرات هرمونية. طبعا في اختلاف ما بين امرأة والأخرى، في بعض الناس ممكن يخف الموضوع ده عندهم بعد ما موضوع الغثيان ده يخف شوية، وفي ممكن الناس تستمر شوية في هذا الموضوع. طيب نحاول نعمل ايه؟ نحاول ان احنا ناكل وجبات صغيرة ولكن متكررة، ما نسيبش نفسنا بدون شرب مية، شرب المية بيخفف من موضوع اللعاب. نقلل من تناول النشويات والكربوهيدرات على قد ما نقدر، ناكل الحاجات اللي فيها كربوهيدرات اقل شويه، ويا ريت لو تكون كربوهيدرات معقده، الحبوب الكامله، القمح الكامل، الرز، الحبه الكامله، دي الحاجات اللي ممكن تخفف من موضوع اللعاب. والاعتناء بنظافه الفم والاسنان، دي حاجه مهمه جدا عشان تخفيف موضوع اللعاب وزياده افراز اللعاب عند المراه الحامل. وشرب الميه، شرب الميه، شرب الميه.